بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق مثل ما تلاحظون. هذه العينة عبارة عن نوع من أنواع سرطانات البحر، عبارة عن قبقب صغير جدا. ترجع هذه الفصيلة إلى فصيلة من القشريات. هذه الفصيلة عبارة عن فصيلة يعني منتشرة بنسبة كبيرة جدا في البحر الأحمر، تتغذى على أنواع من الأسماك والأشياء أو المخلوقات الصغيرة جدا مثل الرخويات وغيرها من المخلوقات أو الأسماك الصغيرة أو الأسماك الكبيرة أو المخلوقات أو النباتات التي تعيش حول يعني الشواطئ. طبعا كلنا نعرف أن هذه القشريات ممكن تكون يعني ضخمة جدا، بحوالي يزن وزنها لا يقل عن 50 أو 70 كيلو. طبعا هذه الفصيلة صغيرة جدا وكانت يعني من الفصائل الجميلة التي درستها. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم. طبعا هذه العينة اكتشفت فيها ميكروبات وطفيليات وبكتيريا وفطريات ممكن أنها تعيش على جسمها، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.